ميلي البنت الجميلة اللي نفسها تسافر لكندا تشتغل ممرضة هناك كانت بتحاول تتعلم انجليزي، فابوها اللي بيشرب سيجارة في الحمام قال لها طول ما انت بتبص على الكتاب وتغش الكلام يبقى مش هتتعلمي خالص. قالت له ما انت لو كنت وديتني المدرسة لغات كان زماني اتعلمت انجليزي من بدري، وخلص بقى عشان متأخر على شغلي. ولما كح من السيجارة قالت له هو انت بتدخن في الحمام يا سي بابا؟ انت مش عارف ان الدكتور منع عنك التدخين؟ اياك اشوفك بتدخن تاني وقدامك 5 دقايق تكون جاهز. على مدي الحنة جارتنا، جارتهم قبل ما تتحقن اصلا اتوجعت، فميلي قالت لها مش شايفة انك بلغت شوية يا خالتي؟ انا لسه ما حقنتكيش اصلا. وبعد ما خدت الحقنة قالت لها ابوك يتكلم معايا ومش عايزك تسافري وتسيبي لوحده. فميلي قالت لها مجبرة اسافر عشان اشتغل واجيب فلوس تسد الديون اللي علينا قبل ما بيتنا يتاخد مننا، انا هنا بشتغل اكتر من شغلانة ومش قادرة اسدد الديون اللي علينا كلها. ولما ابوها جيب المكنة عشان يوصلها للشغل قالت له هو انت رحت عند جيراننا امبارح يا بابا؟ قال لها انا يا بنتي علي الطلاق ما حصل. فقالت له قول الحقيقة وما تكدبش عليا. فقال لها انت عارفة ابوك بقى كبير وبينسى. ميلي قالت له انت عارف كويس اني عايز اسافر عشان نقدر نحتفظ بالبيت بتاعنا. فقال لها براحتك بقى اللي انت عايزه تعملي اعمليه. وصلها لحد المكان اللي بتاخد فيه كورس الانجليزي وخلصت الكورس راحت على المطعم اللي بتشتغل فيه، ولكن المدير كان حاطط على واحد من الموظفين فصاحبتها في الشغل دخلتها من غير ما يشوفها، والمدير نفسه لما جه واحد اجنبي بيسال بالانجليزي ما قدرش يرد عليه فدبس واحد من الموظفين معاه. فميلي جت وقدرت تفهمه وترد عليه وفرحت لما قال لها ان الانجليزي بتاعها كويس جدا. وهي في الشغل اتصل بيها حبيبها على تليفون المحل وهي كانت زعلانه منه، قالت لصاحبتها كان المفروض عنده مقابله شغل لكنه سابها وراح لعب ماتش كريكت وكذب عليا وقال لي ان الانترفيو ما كانش كويس. فصاحبتها قالت لها انت تعرفتي عليه لما جاي تعالج في المستشفى اللي بتشتغل فيها بسبب عركه كان فيها، يعني واضح من البدايه انه واد صايع وبتاع دوشه. فميلي قالت لها بس جدع ورجوله يا بنتي والله يكفي الدنيا بس هي المديه ظهرها. بالليل وهي في السينما مع ابوها حبيبها سمير اللي مسجلاه سميره عشان ابوها ما يشكش فيها، اتصل بيها فكنسلت عليه. فتفاجئت انه جنبها في السينما بيقول لها طب لحد امتى الجن مش هيحن؟ قالت له انت بتعمل ايه هنا يا مجنون؟ قال لها انا بقالي 3 ايام مش عارف اكلمك، قولي لي انك سامحتيني وانا همشي دلوقتي. وحبيبها المجنون ما سابهاش غير لما قالت له انها مسامحه وبتحبه. ميلي دي بنت مكافحه ومحبوبه ولطيفه جدا مع الناس، وحتى وهي في الشغل بتراقب الساعه عشان مواعيد الدواء بتاع ابوها. ولما نجحت في اختبار اللغه وبقى ينفع تسافر لكندا بلغت ابوها حبيبها، لكن الاثنين ما فرحوش لانهم مش عايزينها تبعد عنهم. وفي اليوم ده ابوها كان مولع بخور عشان يغطي على ريحه السجاير اللي بيشربها وميلي ما تقفشوش. ولما سلم على صاحبه ميلي بروقان وقالت لها ابوك شكله مزاجه رايق النهارده، فميلي قالت لها انا عارفه ليه. واول ما دخلت قالت لابوها قرب كده وراحت مطلعه السيجاره من ورا ودانه وخلته يحلف بحياتها ويطلع كل السجاير اللي مخبيها في البيت، وقالت له انت لو فضلت تدخن في السر كده هتحصل لك حاجه من ورايا. ووقتها ايه اللي هيحصل يا سي بابا؟ انا مش بطلب منك حاجه صعبه، انا عايزك تحافظ على صحتك وانا هشتغل واشيل كل حاجه في البيت. تاني يوم وهي في الشغل بتحط البضاعه في ثلاجه المطعم سمير اتصل بيها وهو في سهره شرب مع اصحابه وقال لها انا لقيت شغل في مدينه ثانيه لكن كنت بفكر استناك لحد ما نسافر الاول. فميلي قالت له لا احنا ما صدقنا لقيت شغل، عدي عليا خدني من الشغل النهارده. وسمير خاف انها تشم ريحه الخمره اللي كان بيشربها، ولما تقابله قالت له بما انك لقيت شغل خلاص فانا هتكلم مع بابا عليك واعرفه اني على علاقه بيك. لسوء الحظ وهو بيوصلها للبيت وقفه مظبط رخم وقال له ادفع غرامه لانك مش لابس خوذه. ولما سمير قال لحبيبته اركبي بسرعه عشان نمشي، الظابط الرخم قال له هو البطل مستعجل ليه؟ سمير قال له انا لازم اروحها لان الوقت اتاخر. فالظابط قرب منه وشم ريحه الخمره اللي سمير شربها، عمل له تحليل وقتي واثبت انه شرب خمره وقال لي ميلي هاتي رقم ابوك نكلمه عشان يجي ياخدك. الصول اللي مع الظابط قال له مفيش داعي البنت عايشه قريب من هنا ومش لازم نعمل لها مشاكل مع اهلها، ولكن الظابط الرخم اصر على كلامه. اخذوا الاثنين لاسم الشرطه وابوها جه للاسم والظابط الرخم قال له انت تعرف الواد ده؟ ابوها قال له لا. فقال له انا بط عليه بيسوق وهو شارب وبنتك كانت راكبه ورا المكنه، وواضح ان الاثنين على قب بعض من غير ما انت تعرف يا حاج، فخد بنتك من هنا وابقى ربيها وفهمها ان اللي دخلها لاسم الشرطه ما ينفعش يبقى شريك حياتها. ابوها اخذها من الاسم وهو مصدوم من الموقف اللي بنته حطته فيه وقطع الكلام معاها. وبعد ما كان رافض فكره انها تسافر هو اللي قال لمكتب السفريات يحجزوا لها في اقرب ميعاد ممكن عشان تسافر، ولان المصائب لا تاتي فرادى. ميلي راحت للشغل ولقت صاحبتها بتقول لها البضاعه اللي انت مسؤوله عنها في كميه كبيره منها باظت بسبب فار دخل المخزن والمدير بيدور عليكي. المدير اول ما شافها هزقها هي وزميلها على البضاعه اللي باظت وهددهم بالطرد لو الموضوع اتكرر. ميلي ما كانتش ناقصه ضغط نفسي من اللي هي فيه، ولما حبيبها حاول يتصل بيها ما كانش بترد عليه، فراح لها المطعم وحاول يتكلم معاها. فالمدير جه وقال لها انت كمان جايبه معاكي مشاكلك الشخصيه للمطعم؟ حبيبها قال له الزم حدودك كلك، ادي الفلوس اهي وهاخد طلب يا عبد الجنيه رخيص انت. واول ما جابوا له الطلب سمير ساب المطعم ومشى. ميلي لما اتصلت بابوها عشان الدواء بتاعه ما رضيش يرد عليها زي كل مره لانه زعلان منها. ميلي اتصلت بصاحبتها وقالت لها ابويا مش بيرد عليا من وقت اللي حصل ومش عارفه اوجه ازاي. فصاحبتها قالت لها ده ابوكي وبيحبك ومستحيل يزعل منك، انت بس محتاجه تتكلمي معاه، فارجع للبيت وتكلمي معاه. الساعه 12 بالليل جت والمطعم ما كانش فيه غير المدير وميلي واثنين موظفين زمايلها، ولما جت طلبيه صغيره من بضاعه لازم تخش للتلاجه، المدير قال الاثنين يدخلوها للتلاجه قبل ما يمشوا، ولانهم مستعجلين طلبوا من ميلي انها تحطهم هي في التلاجه، وهي بقلبها الطيب ما قدرتش ترفض، شالت صندوقين من الثلاثه وفتحت باب التلاجه، ولما كانت شايله الصندوق الثالث بتدخله للتلاجه، الصندوق اتفتح
راحوا الحاجه اللي فيه وقعت على الارض فنزلت تلمها، وهنا حصلت المصيبه والمدير افتكر الاثنين حطوا الحاجه جوه وسابوا الثلاجه مفتوحه وراح قافل على ميلي جوه الثلاجه. واللي زاد الطين بله انه لما بص على تسجيل الخروج لقى ميلي مسجله خروجها فافتكر انها مشيت من المطعم من بدري، ولما طفى النور والمطعم عشان يمشي ميلي حاولت تخبط وتنادي عشان يسمعها ولكن لا حياه لمن تنادي. ولما فكرت في تليفونها وجت تطلعه واكتشفت ان المصيبه الاكبر انها سابت تليفونها بره. ميلي حاولت تخبط الباب عشان تكسره لكنها ما قدرتش تستمر بسبب البرد اللي بيخترق جسمها، وحبيبها قبل ما يسافر للشغل في مدينه ثانيه حاول يكلمها لكنها ما كانتش بترد عليه. ابوها لما قال عليها اتصل بصاحبتها فقالت له ميلي مشيت من المطعم بعدي ولكن اديني دقيقه هشوف باقي زمايلي. ولما اتصلت بواحد منهم قال لها ان في اتنين من زمايلهم رجعوا متاخر من المطعم اساليهم ممكن يكونوا عارفين حاجه. ولما كلمت واحد منهم قال لها احنا سبناها في المطعم والمدير كان هناك، فاتصلت بالمدير الاخير قال لها ميلي مشيت قبلي وانا شفت تسجيل الخروج بنفسي. اتصلت بوالد ميلي وقالت له كلهم بيقولوا ان ميلي مشيت من المطعم. ابوها راح قدام المطعم واتصل بيها ولسوء الحظ انه ما كانش شايف تليفونها وهو بيرن جوه المطعم فراح ماشي من قدامه. ميلي بالصدفه لقت تذكره السينما في جيبها واستنت ميعاد خروج الناس من السينما عشان تخبط على الباب على امل ان حد يسمع صوتها ويدخل ينقذها، لكن ما حدش سمعها غير ولد صغير قال لابوه في صوت جاي من جوه المطعم ده. ولما ابوه قرب عشان يسمع كانت ميلي يأست وبطلت تخبط على الباب، فالراجل قال لابنه ما في صوت ولا حاجه وراح واخد ابنه ماشي. جسم ميلي بدا يتاثر ببروده الثلاجه اللي كانت اكتر من 16 درجه تحت الصفر. حبيبها لما جه قدام المركز التجاري اللي بتشتغل فيه رن عليها ولما ما ردتش قفل تليفونه. ميلي من فرط البرد اللي كانت بتعاني منه قطعت الهدوم اللي جت بيها للشغل ولفتها على ايديها ورجليها ولزقتهم عشان يدفوها، وكانت لها فكره انها تسد مروحه التكييف بالكرتون عشان تقلل من البروده وحاولت تعمل كده، لكن هو المراوح كان قوي وشال ورق الكرتون بل وقع عليها رف كراتين والامور بقت اصعب عليها. ابوها اخد جرأة وراحوا لاسم الشرطه عشان يعملوا بلاغ بغيابها، والظابط الرخم قال له انت سالت حبيبها قبل ما تيجي تقرفنا؟ ابوها قال له مستحيل تكون معاه، فالظابط قال له انت ما كنتش تعرف اساسا انها على علاقه بيه، ايش عرفك هي معاه ولا لا؟ روح لبيت الواد حبيبها واسال عليها هناك، ولو ما لقيتهاش ابقى تعالى اعمل بلاغ. في الوقت ده ميلي كانت بتعاني من اصابه في رجليها وبتجهز نفسها عشان ترجع العظمه اللي اتحركت لمكانها. ابوها وجاره راحوا لبيت سمير وامه قالت لهم انه سافر لشغل في مدينه ثانيه النهارده، فابوها شك انها ممكن تكون سافرت معاه. ميلي حطت رجلها بين درجتين عشان ترجع العظمه اللي اتحركت لمكانها الطبيعي. سمير حاول يتصل بيهم ولما اتصلوا بيه لقوا تليفونه مقفول وشويه لقوا قدام بيتهم. ابوها ضربه وهو فاكر انه العلاقه باختفاء ميلي، فسمير قال له انا ما اعرفش حاجه وكنت قافل تليفوني لانه كان يفصل شحن، ولما فتحته امي اتصلت بيه وقالت لي انكم رحتوا للبيت فجيت اعرف ايه اللي حصل، ولكنهم ما صدقوش كلامه وقرروا ياخدوا معاهم للقسم. وفي الوقت ده ميلي فاقت في الثلاجه على فار بيلمس ايدها، وكان واضح ان حتى الفار بردان وبيدور على مكان يتدفى فيه، فميلي حاولت تدفيه بايديها. لما راحوا لقسم الشرطه اصول الطيب اتصل بالظابط الفاسد وقال له البنت المختفيه ابوها جاب حبيبها وجه وهي ما كانتش معاه، فالظابط قال له خلاص الطعم عندك ساعه على ما اجيلك. ولما والد ميلي اخذ التليفون وفضل يترجعه عشان يجي قال له انت هتعرفني شغلي ولا ايه؟ ما انت لو كنت ربيت بنتك كويس ما كانش ده حصل. ميلي عملت جبيره لرجلها بالكرتون وحاولت تقوم تدور على حاجه تاكلها، ولكن كل الموجود كان لحوم مجمده، وبفضل الفار لقت علبه من بطون المطعم فيها بسكوت، فاكرت منها ودت الفار ياكل هو كمان، وبعدها فكرت في انها توقف مروح المبرد، وحاولت تعمل كده لكنها فشلت وكانت هتأذي نفسها، وهم بيدوروا عليها وبيسالوا اصحابها عنها، ابوها شاف سمير بيتكلم في التليفون، فشك ان هو اللي مخبيها، فقال له لو انت اللي مخبيها عشان تجبروني اوافق على جوازكو فانا موافق تتجوزوا بس عرفني بنتي فين، فسمير قال له انا ما اعرفش حاجه، وانا زيك الان على بنتك، وانا فعلا عاوز اتجوزها باي طريقه، لكني اكيد مش هنزل للمستوى ده بالتفكير عشان اجبرك توافق على جوازنا، بنتك متربيه تربيه كويسه وما كانتش هتضيع تربيتك ليها لمجرد انها عايزه تكون معايا، وهي ما كانتش عايزه تقول لك عليا لاني ما كنتش لسه لقيت شغل وكانت ناويه تحكي لك عني. درجه البروده في الثلاجه وصلت ل 17 تحت الصفر، وميلي لقت في شنطتها السجاير والولاعه اللي خدتهم من ابوها، ولما بدات تحرق ورق عشان تدفي نفسها بالفعل بروده المكان بدات تنزل، لكن للاسف هي بدات تتخنق من الدخان ومش هتقدر تتنفس فطفت النار، وراحت عامله لنفسها مكان متحوط بالكراتين بحيث تكون البروده اقل عليها هي والفار. وهم لما راحوا لاسم الشرطه الضابط الفاسد قال لهم انا هدور فين في وقت زي ده البلد مش صغيره، ولما سمير قال له انتوا ممكن تشوفوا اخر اللوكيشن للتليفون بتاعها فقال له انت هتعرفني شغلي ولا ايه؟ شكلك انت اللي مخبيها عشان اعمل معاها حاجه كده ولا كده، وبدا يمد ايده على سمير. ابوها اتضايق من كلام الضابط الفاسد وقال له اياك تنطق بحرف واحد على بنتي. في الوقت ده دخل رتبه اعلى بيسال عن سبب الدوشه، فالضابط قال له الراجل ده بيضربني عشان بنته اختفت، فقال لهم اختفت من امتى؟ فابوها قال له من 4 ساعات وهو كل شويه مطوحنا وخلانا نستناه ساعه كامله. ولما الشاب ده قال له يشوف اخر لوكيشن لتليفون بنتي قام وفضل يضربه، فالنقيب قال له البنت بقى لها 4 ساعات مختفيه وانت ما اتصلتش بقسم الاتصالات يشوف لوكيشن تليفونها ازاي؟ انت مش عارف التاخير في الحالات اللي زي دي ممكن تكون عاقبه ازاي يا حضره الضابط؟ روح اتصل بقسم الاتصالات خليهم يدوروا على موقع تليفونها وبلغني بكل جديد. ميلي فاقت لقت الفار وانتهت من البرد، ولما جت تتحرك لقت ايدها لزقت في الارض من التلج، وللاسف هم بيحددوا مكان التليفون ابوها كان بيتصل بتليفونها
التليفون وقع وفصل. ميلي لفت نفسها بالاسترتش على امل انه دفي جسمها شويه. وفي الوقت ده قسم الاتصالات كان بيحاول يكلم الضابط الفاسد، ولكن فين على ما طلع من الحمام وربط الجزمه وهو مش مهتم اصلا بالموضوع. قسم الاتصالات قالوا انهم وصلوا لاخر لوكيشن لتليفونها، فقال لهم ابعتوا لي واتساب وانا هبعته للنقيب. ولكن لما بعتوا له اللوكيشن طنش الموضوع وراح مشغل اغاني، ولكن في حد هاتف خطر. سمير راح للاثنين اللي طلبوا منها تدخل حاجه للثلاجه مكانهم، ولما حكوا له اللي حصل استنتج انها ممكن تكون في الثلاجه، ولكن تليفونه فصل قبل ما يقول لابوها. وفي الوقت اللي ميلي كانت قدرت توقف واحد من المبردات، سمير كان بيجري بالمكان عشان يلحقها، فعربيه خبطته. الصوت الطيب لما لقى الضابط مطنش وعمال يقلب في الفيسبوك قال له هو انت بتعمل ايه؟ احنا مش المفروض نبلغهم بموقع التليفون؟ فقال له الرتب العاليه فاكرين نفسهم شطار علينا، خليه يوريني بقى هيلاقيها ازاي من غير اللوكيشن اللي معايا. الصوت الطيب قال له حياه البنت ممكن تكون في خطر. فالضابط قال له انا مالي، لا هي مراتي ولا اختي عشان يهمني امرها. كل الكلام ده كان تحت مسامع واحد مسجون. فالاخير راح عمل دوشه عشان الضابط يخش يضربه، وبالتالي يدي مساحه للسول يفتش في تليفون الضابط ويعرف ايه العنوان، وبالفعل ده حصل والسول بلغ النقيب. سمير امن الخبط داخل لكنه فاكر بلهفه، وقال على ميلي وقال للراجل اللي خبطه يوصله للمركز التجاري. ابوها وهو بيتكلم مع جاره بحزن قال له صاحبتها قالت لي انها كانت عايزه تتكلم معايا وتراضيني لكنها ما كانتش عارفه، انا ما كانش لازم اتجنبها بالطريقه الوحشه دي وكان لازم اسمعها، هي ملهاش حد غيري. في الوقت ده حارس المركز التجاري جه وقال لي وريني صوره بنتك اللي اختفت، ولما شاف صورتها قال له ما اعتقدش انها خرجت من المركز التجاري النهارده. الشرطه دخلوا للمركز التجاري وفتحوا المطعم لقوها في ثلاجه الاكل. ابوها حضنها وفضل يعيط وهو فاكر انها انتهت، لكنها حركت صوابعها ونادت عليه بصوت خافت. اخذوها المستشفى والدكتور طمنهم عليها وقال له انا مش عارف ازاي بنتك قدرت تقعد 5 ساعات في درجه حراره 18 تحت الصفر وهي لابسه هدوم خفيفه. النقيب قال لمدير المطعم انت ازاي مش حاطط انذار في الثلاجه عشان لو حصلت حاجه زي كده، شوف الموضوع ده والا هلغي ترخيص المطعم بتاعك. في الوقت ده اتصل بيه الضابط الفاسد وقال له قسم الاتصالات بعتوا لي لوكيشن التليفون بتاعها، فقال له هو انت لسه فاكر تبلغني دلوقتي؟ حسابك معايا لما اشوفك يا حضره الضابط. ميلي فات في المستشفى وخلاص ابوها ارتاح لسمير وحس انها تكون في امان معاه لانه بيحبها ومستعد يعمل اي حاجه عشانها. حارس المركز التجاري راح للمستشفى عشان يطمن على ميلي، فابوها قال له هو انت ليه كنت معتقد انها لسه جوه المركز؟ فقال له انا بقالي 35 سنه شغال حارس للمركز التجاري ده وبشوف ناس كتير جدا كل يوم، عمره ما حد فيهم عبرني الا بنتك كانت على طول بتضحك لي سواء داخله او خارجه، وده اللي خلاني متاكد اني ما شفتش ضحكتها الحلوه بالليل وقت ما كله كان بيروح لبيته. جمال الفيلم يتلخص بكم نقطه وصلوها بطريقه جميله جدا. النقطه الاولى هي ان واحده زي ميلي ابوها تعبان بيحتاج للرعايه والمفروض ان الموضوع مش سهل، لكنها كانت بتشتغل وتتعب في اكتر من شغلانه عشان توفر فلوس البيت، وفي نفس الوقت كانت بتاخد بالها من صحه ابوها ومعدل الادويه بتاعته، وده يوريك ان مثال بنت ب 100 راجل مش مجرد كلام وخلاص، وفي بنات فعلا قدها وقدود. وعلى الجانب الثاني المسجون ممكن يكون رحيم وعنده رافه انسانيه اكتر من الاشخاص المسؤولين، زي ما شفنا في مشهد السكير اللي عمل دوشه يلي فيها الضابط عشان الصول يبلغ النقيب بمكان ميلي ينقذوها. الضحكه الحلوه في وشوش الناس تفرق معاهم كتير وتخليك دايما مذكور بالخير حتى لو ما كانوش يعرفوك. حارس مركز تجاري لا في بينه وبينها كلام وهي ما بتعملش حاجه غير انها بتضحك له كل يوم، راح لحد المستشفى عشان يطمن عليها وحتى ما كانش يعرف اسمها لكنه عارف ضحكتها الحلوه. اضحكوا في وش الناس يمكن بضحكه عابره منك يتصلح يوم شخص في الشارع، يمكن بضحكه مش هتخسرك حاجه تدي لشخص تاني امل في الدنيا وتخليه يراجع حساباته. مفيش حاجه دايما في الدنيا، فما تخلوش وراكم غير السيره الحلوه. ولحد هنا يكون انتهى ملخص الفيلم، ونشوفكم في ملخصات جديده. فما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه وتشاركونا بارائكم عن قضيه الفيلم في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.